طيب، إيران كما تعلم الاتهامات تنهال عليها بأنها متدخلة فيما فعلته حركة حماس، تدعم حركة حماس، لديها علاقة طويلة الأمد وغيرها. ما الحكمة وأين الحكمة من الجانب الإيراني أن يرسل شحنة للسلاح الآن بهذا التوقيت الخطير للغاية أمام العلن بهذا الشكل المفضوح على الفلايت رادار 24؟ يكون شاهد هذا الأمر، يعني أين الحكمة من إرسال هذه الأسلحة في هذا التوقيت وهي تحاول الخلاص من الاتهامات الأمريكية والإسرائيلية؟ لا، شوف، انا الحقيقه لم يعني اطلع استاذ احمد انه هل يعني هذا ما نشر بالصحافه الاسرائيليه، ولكن السوريون والايرانيون لم يذكروا شيء عن هذه الشغله. انا لا غير متاكد من هذا الموضوع. لا لا، لكنها كانت مسجله، هي كانت مسجله على الفلايت رادار، لا علاقه لاسرائيل ولا الولايات المتحده الامريكيه، بمجرد ما دخلت وهي مهان اير ومعروفه، وحضرتك تعرف يعني. استاذ احمد، لا، هل كان بها شحنه يعني شحنه اسلحه؟ هذا الذي لا اعلم. مش مسار الطائره، مسار طيب. الطائره صحيح ولكن لا اعلم. ولكن انصحت يعني انصح وجود هذا فايران بامكانها ان تبرر هذا الموضوع انه موجه للفصائل الموجوده في سوريا. يعني سوريا بالنتيجه هناك ميدان قتال واسع، يعني فليس بالضروره ان تحرج ايران بهذه القضيه. اما عن بدايه سؤال حضرتك متعلق بعلاقة ايران بالفصائل الفلسطينيه، الحقيقه استاذ احمد هذه علاقه قديمه، يعني وهي وايران الدوله الوحيده التي لم تستنكر هذه العمليه، بل على العكس هي اعتبرتها نصر للفصائل الفلسطينيه وهز للعمق الامن الاسرائيلي. وخرج رحيم صفوي، يعني كنت اتابع لقاءه عبر وسائل الاعلام الايرانيه، وكان يهنئ الفلسطينيين. وايران يعني مش خايفه من هذا الموضوع، يعني علني يعني تتحدث، بل على العكس بايدن كان يبرر ايران ويقول لا توجد ادله، الايرانيون يصرحون وهو يقول لا توجد ادله. وهذا يؤكد فرضيه تطويق الحرب، بمعنى انه امريكا يعني تحذير بسيط، حتى موضوع التجميد بايدن لحد الان لم يوافق عليه، يعني هو لم يصل حتى للكونغرس، الكونغرس ما به رئيس في هذه اللحظه استاذ احمد، فقط في مجلس الشيوخ ومن الحزب الجمهوري، يعني حتى عمليه التجميد لم تتم حتى الان. يعني سناتي الى مساله التجميد، سناتي، هذه مساله مهمه للغايه، ولكن دعنا نتحدث عن الارتباطات وان ايران مهتمه او غير مهتمه للاتهامات. يعني كما تعلم الان اسرائيل يعني تحضر لعمليه بريه على قطاع غزه، ولديهم خيارين، وفي الخيارين ان يقتحموا قطاع غزه. المساله ما الذي يعني المساله هي اننا يجب ان نقضي على حماس، وبداوا يتحدثون بان حماس كتنظيم داعش، هكذا بداوا يمثلون الامور من وجهه نظرهم ومن وجهه نظر الولايات المتحده. يعني ان جرى هذا السيناريو بهذه الطريقه وتمكنت اسرائيل مما تريد القيام به هنا في قطاع غزة، يعني ما الذي ستفعله إيران؟ هل ستقف مكتوفة الأيدي هنا أم ستطلق العنان لفصائلها في المنطقة وحتى لجماعة الحوثي ليفعلوا شيئا حول هذا الموضوع؟ لا، أنا من وجهة نظر أستاذ أحمد قد أخالف بها الكثير من المحللين، يعني ولكن هذه عقيدتي. اعتقد انه التوقيت لم يكن مناسبا، يعني توقيت هذه العمليه ليس مناسبا لايران، يعني ايران دعمت هذه العمليه، وهذه العمليه يعني صار لها 3 سنوات يتدرب عليها الفلسطينيون، الموضوع مش حتى الصحافه الاسرائيليه كانت تنشر يعني الاستعراضات التي تقوم بها كتاب عز الدين القسام والباراشوتات وكل شيء كان منشور. والصحافه حتى هناك بعض الصحفيين الاسرائيليين اتهموا حكومه نتنياهو بانه هو الذي سهل لهم عمليه الدخول حتى يجعلها ذريعه يعني يكتسح غزه ويبقى اطول فتره ممكنه بالحكم، يعني يعالج الانسداد السياسي الموجود في الداخل الاسرائيلي، هكذا كان. فلذلك انا اعتقد التوقيت يعني حرج استراتيجيا لايران، حرج استاذ احمد، صحيح هو يعتبر نصر ميداني لقوى حليفة لإيران وكسر للمنظومة الأمنية الإسرائيلية، يعني هذا أسطورة الدولة التي والجيش الذي لا يهزم. إذا يعني هذا الأمر قلل الضغط على إيران، إيران كانت تتوقع أن تقوم إسرائيل بعمليات مباغتة لقصف مواقعها النووية، وحكومة نتنياهو كانت تضغط على بايدن في الفترة الأخيرة
لكي يسمح لها بالقيام بعمليات في الداخل الإيراني. الآن قل الضغط، إسرائيل في موقع المدافع مش في موقع المهاجم، فهمت شلون؟ فهذا يصب في المصلحة الإيرانية من هذه الناحية. ولكن أعتقد بتعقيد العلاقة الإيرانية الأمريكية، خصوصا أن إيران أجرت اتفاقات مع أمريكا حول العراق، حول قضية الأموال وموضوع الرهائن وكذا، الأمر الآن عقد، يعني أرجع العلاقة الأمريكية الإيرانية إلى عصر ترامب. هذا ما أختلف به مع يعني إيران تدعم هذه العملية، ولكن التوقيت ليس جيدا، يعني هاي وجهة نظري.